تستكمل حواجز الضوء الجيرسي على جنبي الطريق. وتابعت معانا ان احنا دلوقتي عملنا اتصال باداره المهندسين العسكريين، بنستعجل مع اجراءات الانتهاء من تشطيب الكوبري عشان يصبح جاهز للاستخدام بالنسبه لاولادنا اللي بيعدوا للمدارس والمواطنين اللي بيعدوا على جنبي الطريق. وشايف حضرتك انهم في تنسيق بين الطرق والمرور ومجلس المدينه والديوان العام، وموجودين كلنا ان احنا بنستكمل باقي اجراءات التامين. طبعا انشاء الكوبري، ودلوقتي السيد اللي هو فريد والسيد المحافظ استعجلوا بقوات مسلحه دلوقتي عشان يخلصوا الكوبري. بنعمل جيرسي في الحاجز في النص بحيث ما فيش افراد يعدوا في الطريق عليهم، بحيث لازم الكبار ان هو يستخدموا الكوبري. مبدئيا دلوقتي بنعمل منطقه يعني كمين للمرور عشان يعدي المشاه لحد حين انتهاء من الكوبري، يعني مع عمل العلامات الارشاديه اللازمه والمطبات اللازمه للكمين اللي هو المرور الموجود ده يتعمل دلوقتي يعني ان شاء الله.